من أجل دعم شمل العراقيين جميعا وإنهاء معاناة النازحين الذين ضاقت بهم سبل الحياة، أقامت جمعية أشنونة للمرأة والطفل في ناحية يثرب ندوة عن التعايش السلمي والمجتمعي في المناطق التي تم تحريرها في محافظة صلاح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر هذا المؤتمر مؤتمر التعايش السلمي الثاني، يعقد في ناحية يثرب من أجل توحيد الصفوف وتوحيد الجميع من ضد كل من تسول له نفسه من النيل من وحدة العراق أولا ووحدة ناحية ثانية يثرب ضد الطائفية والعنصرية وضد الإرهاب. فمن هذا المكان نعلن كلنا صف واحد ضد كل هذه الأمور التي تمزق وحدة الشعب وضد العنصرية التي باتت لها دور قوي في العراق، فكلنا نكون ضد هذه العنصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدي وقرة عين رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. في الحقيقة اجتماعنا هذا أو مؤتمرنا السلم المجتمعي والغاية أن العراق الكريم يمر بمرحلة عصيبة بالوقت الحاضر، وهناك كلام للشعراء يقول: تأبى الرماح إن اتحدنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت آحادا. ومن هذا المنطلق أدعو لوحدة العراق من زاخو إلى البصرة وعلى هذا الأساس أرى أن هذا الاجتماع أي عنوانه السلم المجتمعي نسأل الله أن يكون ناجحا ويلملم جراح العراق وجمع شمله وكلمته، لأن العراق الواحد أفضل من المتفرقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة هو المؤتمر هذا يعتبر الثاني، لأن الأول سويناه في ضلوعية قبل شهر تقريبا، وهذا المؤتمر الثاني. إحنا نحاول نقرب وجهات النظر بين المناطق المتنازعة في ناحية يثرب. تعرف يعني بالآونة الأخيرة اللي تعرف داعش من دخل خلف يعني فد آثار سلبية يعني بالمنطقة، فصارت الشغلة مناطقية وعشائرية، يعني بها صار حرب نقول فيما بينهم. فهذا التعايش السلمي إحنا نحاول نقرب وجهات النظر فيما بينهم وحل يعني أكثر المشاكل، يعني نحاول نحل أكثر المشاكل ولو يعني شلون نقول الخفيفة فيما بينهم، حتى نطمح لعودة النازحين اللي أخوان النازحين اللي موجودين حاليا في أربيل وفي السليمانية وفي المناطق المجاورة وفي نواحي تكريت. يعني نحاول حتى نرجعهم. إحنا شو ما نقدر نرجعهم إذا منحل الجوانب يعني اللي بها المشاكل وشغلات. فهذا المؤتمر هو بصراحة هو شلون جمع بكل المناطق أو كل القرى الموجودة بيثرب، اللي من ضمنها هو أكو نزاع يعني عشائري في الشيء. الندوة التي حضرها ممثلون عن المجلس المحلي وشيوخ ووجهاء عشائر يثرب وممثلون عن الحشد الشعبي تناولت محاور عدة، أهمها إزالة الخلافات بين عشائر الناحية والاحتكام إلى القانون. وحصلت الموافقة على مطالب المواطنين بإعادة فتح المساجد وفتح الطرق المغلقة، كما تعهدت الجهات الأمنية بتقديم كل التسهيلات للمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم شخصيا، شكرا لقناتكم المحترمة على اهتمامها ومتابعتها لملفات يثرب وعلى مختلف القطاعات، سواء كانت ملفات النازحين أو الملفات الخدمية وما فيها مؤخرا ملف السلم الأهلي. عقد هذا اليوم في مركز ناحية يثرب وبرعاية المشروع الوطني العراقي للسلم الأهلي مؤتمرا بحضور جميع عشائر يثرب سواء كانت الصامدة أو النازحة. من خلالها وجهت كلمات وبحضور كل العشائر على ضرورة التعايش السلمي والحفاظ على النسيج المجتمعي وبناء أمن مجتمعي حقيقي يعتمد على إيمان حقيقي من قبل الناس بالأمن، بعيدا عن الخطابات السياسية وبعيدا عن الخطابات المقصودة وحب الظهور وما إلى ذلك. وبالتالي نعتقد أنه هذا المشروع هو ناجح ومؤثر في نفوس الناس. أكدنا على قضايا عديدة ومنها ضرورة كسب الشباب، ضرورة الابتعاد عن التطرف، ضرورة الاحتياط والانتباه للمؤامرات الخارجية على تقسيم البلد، والمؤشرات واضحة، تركة داعش ثقيلة وبالتالي تتطلب وتقتضي عض على الجراح لعبور هذه المحنة والأزمة حفاظا على العراق وحفاظا على هذا البلد الجريح. طبعا تبنينا مشروع إعادة نازحي يثرب وبرعاية من المحافظة ومجلس المحافظة
والعشائر والمقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق، والحمد لله تمت إعادة النازحين. والحاليا طبعا مؤتمرات في يثرب، منها مؤتمر التعايش السلمي، واليوم كان الحضور جيد والحمد لله، والأمور إن شاء الله ماشية على خير. عشائر ناحية يثرب أثبتوا أصالة انتمائهم لبلدهم العراق بعد أن تعاهدوا على إنهاء الخلافات الأخوية التي كانت بينهم، مرحبين بعودة إخوانهم من العشائر الأخرى إلا من تلطخت يداه بدم العراقيين. لقناة صلاح الدين الفضائية، وضاح العبيدي، يثرب.